طلاب كتير من أولى وتانية ثانوي: يا مستر لو سمحت، عايزين الأسئلة المقالية في كل المواد، عايزين نظام الامتحانات. أنا بس حابب أوضح حاجة. الحمد لله من بداية القناة وأنا بحب أنزل الحاجات والأخبار الصحيحة والرسمية 1000000%، والحمد لله القناة انتشرت بطريقة سريعة، وكم الاشتراكات والكومنتس واللايكات الموجودة فيها الحمد لله، ده بيدل على مصداقية القناة والمحتوى الهادف اللي بتقدمه. عشان كده أنا بأكد على النقطة دي، أنا بنزل الحاجة رسمية 100%. النهاردة من وزارة التربية والتعليم حاجات خاصة بامتحان اللغة العربية، وكمان حاجات خاصة بامتحان اللغة الإنجليزية، فيديو صغير وبسيط. تابع معايا الفيديو لآخر، متنساش اللايك واشتراك في القناة عشان تتابع معايا كل الأخبار التعليمية والخدمية على قناتك التعليمية مستر مانويل. أصدرت وزارة التربية والتعليم نقطتين النهاردة بخصوص: أول نقطة بخصوص اللغة الإنجليزية، وتاني نقطة بخصوص اللغة العربية. طيب نبدأ الأول باللغة الإنجليزية، بما إني مدرس لغة إنجليزية. أول حاجة بالنسبة للأسئلة المقالية، الأسئلة المقالية هتبقى 3 أنواع من الأسئلة، اللي هي الترجمة من عربي لإنجليزي، وبعدين الترجمة من انجليزي لعربي، والاولانيه عليها 3 درجات، والتانية عليها 3 درجات، والنقطه الثالثه هيبقى باراجراف على 6 درجات، يعني 12 درجه، وال28 درجه التانيين هيبقى الكتروني. وده كنت اعلنته قبل كده بس اكدت عليه وزاره التربيه والتعليم النهارده. بالنسبه للغه العربيه، لسه الاسئله دي حالا واصله لي، الاسئله المقاليه هيجي سؤال ادب بدرجه واحده، وسؤال ايضا ادب بدرجه واحده، سؤال بلاغه بدرجه واحده، يبقى كده 3 درجات، سؤال تعبير وظيفي ب3 درجات، يبقى كده 6 درجات، وسؤال تعبير ابداعي ب9 درجات، بمجموع الدرجات 15 درجه، 15 درجه، وهيبقى في 35 درجه هتبقى الكتروني. يعني عندنا 15 درجه هتبقى مقالي، وعندنا 35 درجة هتبقى الكتروني، هيتجمع الاتنين على بعض هيبقى 50 درجة. دي كل الأخبار اللي نزلت رسميا. في حاجات خاصة بالأحياء والكيمياء والفيزياء والحاجات دي، لكن لسه الحاجات دي مش رسمية. أول ما الحاجات دي تبقى رسمية هنزلها لكم إن شاء الله. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.